والله احنا هالساعه بشارع حلب، وضع الشارع كان قبل يعني مأساة، واخيرا هسه قاموا ينظفون، اليوم جو ينظفون. انتوا راح ترجعون ان شاء الله؟ والله انا كامله بضاعه، انا بضاعه كامله، وهذه يعني بس تنظيف راسا اطلع بضاعتي وافتح، يعني نحن منتظرين كنا بس التنظيف، اهم شيء الماي. على اساس وعدونا بعد 4 ايام 5 ايام يجي الماي، والكهرباء ما مشكله، مولدات موجوده ونسحب منه، بس اهم شيء هسه عندنا الماي. هسه بعد كل شيء ما نريد منكم التنظيفات، من التنظاف تنكر تنكر الماي يجينا راس شارع حلب، تنكر يقفنا تانكي، وين تانكي؟ وتانكي بالوسط ماي ما ظل عندنا، تعويضات كي ما ظل عندنا، دكاكين انباقت، اغراضنا انباقت، يعني ما ظل عندنا اي شيء. هذا انا هسه انا بيتي مهدوم، حرمتي راحت، بس اهم شيء من عندكم اريد منكم بس اهم شيء التعويضات. ما ظل عندنا، والله ما ظل عندنا فلوس، والله عن قدي اذن من الجمع نشتغل، يعني ما ظل عندنا فلوس وما ظل عندنا. والله وضع الشارع يعني البلدية ما جو نظفوا، الحمد لله والفضل للمنظمات والله سبحانه وتعالى، المنظمة هسه ينظفون لنا الشارع، طالبنا البلدية أبد ما جو، بس هسه الحمد لله اليوم المنظمة خلف الله عليهم كنت تقدر تصور لهم هسه ينظفون الشارع. صار لك جد التحدي؟ والله صار لي من 2011، بس لحد الآن أهل المحلات ما يجون، يعني نطالب اهل المحلات بلكي يجون يفتحون محلاتهم، يرجعون على رزقهم على مكانهم. طلباتكم الحكومة؟ والله الماي والكهرباء والخدمات. أهمية شارع حلب شنو؟ والله شارع تجاري، يعني الناس تجي تخيط بمطاعم، بشيخانات، محلات بيع الملابس، محلات يبيعون أحذية، يعني شارع تجاري. هو يمثل الموصل كلها، شارع حلب عريق وصار بها الدمار هذا. نريد عاد دعم الحكومة، دعم المنظمات، والله ساعته خرابة، لكن إذا جاء دعم وعاونونا إن شاء الله يتعمر ويصير ويرجع إلى ما كان سابقا. طلباتكم من الحكومة؟ والله نريد الدعم بس، والماء والكهرب. احنا اموال من شركه العتيد تابعه لمنظمه اليو ان دي بي، قمنا بحمله تنظيف في منطقه شارع حلب، والعمال مباشره بالعمل ان شاء الله، ومباشرين تنظيف المدينه القديمه ان شاء الله. هاي الانقاض اللي هو كلها راح ان شاء الله نرفع الانقاض كلها وننظف الشوارع والارصفه، والمحلات ترجع ان شاء الله تفتح. عندكم هاي السيارات الكبار؟ اليات عندنا، هاي اليات كامله وعمال وكادر كامل ان شاء الله. ان شاء الله جاي حملكم كم يوم؟ والله ان شاء الله خلال هالايام، يعني خلال الاسبوع القادم نكمل ان شاء الله.